السلام عليكم، معكم عمر جمال، معلم لغة عربية ومدقق لغوي، حاصل على ليسانس كلية دار العلوم وباحث بقسم البلاغة والنقد الأدبي وأدب المقال. درست جميع المناهج التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية. أمنية أي طالب إذا كان هذا الطالب شاطر أو مستوى متوسط نفسه يفهم النحو، نفسه يتعلم إزاي يعني. فإن شاء الله معايا هخليك تقدر تعرف بسهولة جدا وتفهم النحو وتحب اللغة العربية. مستنيكم في الحصة الجاية إن شاء الله.